قفشه ومحمد شريف يزوران نادي امبي النهارده. لفته رائعه الحقيقه من النجوم كابتن محمد مجدي قفشه وكابتن محمد شريف، راحوا زي ما حضراتكم شايفين زاروا نادي امبي اللي هم كانوا خارجين منه مع كابتن حلمي طولان وكابتن عبد الناصر محمد. الحقيقه كابتن حلمي راجل محترم جدا جدا جدا، وكابتن عبد الناصر، كل نادي امبي ناس محترمه، وحرص الحقيقه قفشه ومحمد شريف على التواجد في نادي امبي وزيارتهم خلال الفتره يعني والطمأنة عليهم خلال الفتره السابقه. طيب يعني ما عندناش اخبار تانية، ولكن حبيت بس اوري لحضراتكم كيفيه تفكير بعض اللاعبين والمتحدث الاعلامي باسم نادي كايزر تشيفز بيفكروا ازاي وشايفين المباراه القادمه ازاي. لازم نفكر زيهم واعلى منهم كمان، علشان احنا كجمهور بقى واحنا كاعلاميين واحنا كمساندين للنادي الاهلي خلال الفتره القادمه.